سنوات. فكل ما أشوف الآن مبهج، وأحب أوجه رسالة لإخواني في التربية الخاصة. أولاً كل الشكر، لما أتكلم كعميد راح أشكر رسمي، لكن حقيقة هذه ذكرها لي المشرف الأكاديمي في أمريكا، قال أفضل من يدرس التربية الخاصة من يكون له جذور في علمي في الأحياء. فربط التربية الخاصة، وأنتم الآن حتجدوا استفسارات كثيرة لازم ترجع للأحياء فيها. فأنا مندهش كثير وأوجه الشكر حقيقة لكل من قام على هذه الفكرة وهذا المعرض قبل أن نشوف العنوان. بين حقيقة من 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 الكتاب بين من عنوانه، يعني ربط الأحياء بالتربية الخاصة هذا بحد ذاته، وأرى في كلية التربية شيء مبهج ومثير جدا، وهذا الأساس. وغير أن أنا أوصي إخواني أنتم على الآن يعني وشك التخرج إن شاء الله، وتخرجتم بإذن الله، أتمنى حقيقة أن تكونوا يعني نحملكم إحنا الأمانة أنكم تكونوا المعلم اللي نطمح له، وتساعدوا هذه الفئة الغالية للمدارس، ابحثوا عنها، لا تنتظرون أحد يرسل لكم هذه الفئات، ابحثوا عنها في المدارس، كونوا قدوة. وأنتم عارفين الآن الحراك اللي قاعد يصير في عملية التعليم والتشديد على أن يكون منتجات ومخرجات كلية التربية من المعلمين اللي يعودون بنا حقيقة إلى التربية والتعليم كما يجب. لا تتذمروا إذا ما حصلتوا على وظيفة في البداية، الصبر، ولا تنتظروا أيضا الوظيفة، ابحثوا عن مخارج أخرى مرتبطة بتخصصكم. كل من يسعى سيجد بإذن الله. والله يوفقكم، شكرا لكم. أعرف بس هذا شو اسمه مجهر طاقي. كم عمره تقريبا؟ هذه يعني تقريبا 6 شهور هكذا 7 شهور. أنا كنا تحتفظ بالشكل هذا. هي مرشوش عليها مادة مادة كيميائية يحفظ الشكل. وهذا مجهر ضوئي تقريبا قيمته 12 ريال، ومجهر ضوئية، وذاك مجهر رقمي في شاشة. كان فوق 10؟ لا 2600 تقريبا. هذيك مجهر رقمية يكبرون من 1600 مرة إلى 3000 مرة. ما عندكم؟ أنا عندي أسئلة فضول حقيقة. طيب إيش وقت اتجهت للأحياء؟ والله يعني ما أقبل وأنا في التربية الخاصة، كنت يعني أكمل التربية الخاصة وإذا خلصت أدخل أحياء. سمعين وعقريني عقرين وتربية الخاصة. بالعكس الحين زدت ربط درست تقريبا 11000 نوع من المخلوقات. طبعا أنت هذا تحنيط كله؟ لا أنا طلبتهم من أمريكا. أحسن. عشان بس أصنف. كم عندك من العينة؟ تقريبا عندي 100000 عينة. تارس السطح وغرفتي سبب ازعاج. طيب يا اخوان بالمستقبل لما ترزقون ان شاء الله بطفل ويكون عنده يبغى السطح ويبغى غرف ويبغى شو تسوون يعني؟ نعطيه. ها؟ نعطيه اكيد يستاهل. اكيد لازم نهيئ له. انا العلم يستاهل. لو عنده طموح نبني له ونعطيه. اذا كان بيفتح لنا اعطيه. نعم.
هذه شو اسمه عينات قبل تقريبا 9 شهور رحت سريلانكا بعد بحثية تقريبا درست 900 وإذا قال سفروني ها؟ على حسب ميزانية درست تقريبا 900 نوع من النباتات بأمراض. تخيل أي نسيج نباتي أشوف فيه متغير طفيلي أو بكتيريا أو فيروسي أو أي شيء نسيج أصوره وأكتب عنه أي معلومة اللي أشوفها أحاول إني ألخص تحاول تلخص. هذه أحد الحشرات المتحجرة. صنفوا العلماء أن عمرها تقريبا 540 مليون سنة متحجرة طبعا. وجدوها زي كذا تعتبر من الحفريات. كيف حصلت عليها؟ طلبتها من دكتور روس في الجارة شحنها مقابل ولا لا مقابل كم تقريبا قيمتها 700 ريال. هذه سن اذا تعرف نوع من اسماك القرش كميه شخصيه تقريبا عمره 240 متحدث حجر بسبب استبدال المعادن خلاص انا ابي انشر العلم بس ابي انشر العلم الاحياء لان عجب والله كان المفروض توجه الى الاحياء ان شاء الله مرتوب لك ان شاء الله ترى دكتور المشروع عادي احنا نبغاك تشارك ان شاء الله في المعرض. وين الدكتور مهدي؟ دكتور مهدي يعني لازم تنسقون معاه يا ابو احمد يد ياخذ زاويه كامله في المعرض القادم. احنا نعمل الفصل القادم ان شاء الله خلي الناس تشوف في العتيم او في الاحساء هتكون لك ركن كامل ومنها معالي المدير يطلع لعله ان شاء الله. اول حقيقه كان المؤمن ان المعرض هذا يقام قبل يمكن فتره طويله يمكن قبل 3 أسابيع او حولها وكنا نطمح الحقيقه لحضور معالي المدير لان الحقيقه احنا نقدم خالد على انه مشروع عالم كما ذكر الدكتور عمر ونرجو منه الحقيقه المزيد من الاهتمام وراح تواجه الكثير من الصعوبات العوائق ربما تسمع كلام محبط لكن لا يثنيك اي شيء في مواصله هدفك في الترقي في مجال الحقيقه الربط بين العلم الاحياء والتربيه الخاصه لكن ما كان الحقيقه يعني فرصه مواتيه لعقد المعرض او اقامته قبل المده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفصل القادم ان شاء الله احنا حجزناك من الان ودكتور مهدي يكون له احنا بدورنا راح نرسل الطالب عشان يبقى معنا ليش يبقى معنا الفصل القادم ان شاء الله بدرس ماجستير ان شاء الله هو التربيه عمليه الان يطبق لكن ان شاء الله لا ضروري نتيجته مضمونه من الان فيكون له ركن عنده حفريات طالبها من روسيا وشغلات جايبه من اندونيسيا بنفسها وعنده شغلات حقيقه جديره بين المجتمع يطلع عليه يعني الناس قد يجد شخص يتبنى شخص مهتم في المجال ويتبنى خاصه انه يكون للمجتمع كامل فاتمنى انه يكون له ركن كامل في المعرض القادم قلت لي بيكون الفصل القادم ان شاء الله ان شاء الله بنهايه الفصل القادم تخيل ما استخدمت لا يمكن 10% انا اعطيك زاويه كبيره جدا تعرض على راحتك هذا اللي نقدر طيب وطريقه حفظها كيف يا خالد كيف تحفظها؟ يعني في بعض العينات تبدي محفوظه عن طريق ماده كيميائيه مرشوشه عليها في بعض العينات احطها داخل زجاج تستمر لمده طويله زي هذه مستمرة يمكن 9 شهور من آخر رحلة طبعا ايش المادة اللي تستخدمها؟ ما استخدم مواد يعني قوية كلش يعني لو مثلا احفظها في العلبة تنحفظ بس بعض الاحيان اشوف اذا كان مثلا في بكتيريا او فطريات او شيء يعني اتوهق فترة يعني الدكتور مهدي يشوف الحشرة اللي
هذه الحشرات متحجرة عمرها تقريبا 540 مليون سنة. وجدت كم هي العيون؟ تقريبا عندها 16000 عين، 16000 عدسة عندها عين. عينين ها؟ عندها 16000 عدسة، كل نقطة تعتبر عدسة. بس محفوظة دي في مكان ملائم. يعني هذا النظر عندها خلل جدي. طبعا عندها عمود فقري بعد. هذه عدسات، عدسة فمتر تكبر، كل عدسة تكبر كبير معين. مكتوب هنا 240 60 100 متأخر يعني. وهذه عدسات عينية بعد. أول مجهر حصلت عليه هو الوحيد يعني مجهر كذا بصندوق كبير يدخل طريقا أنا عندي ما حد يعرف كل دليل دكتور في غرفة كانت تكبيرة أي حد جميل جميل لما تشوف المخلوقات تجهر تأخذ قطرة ماء وتشوف فيها مخلوقات يعني بكتيريا وطحالب ومضادات يمكن البعض يمكن البعض يا خالد يمكن ما يعطي نفس الفرصة إنه يجرب أنا كان ودي إنك خلي الناس تشوف والله ودي ما يخالف اذا تحط مجهر اللي يبي يجلس ويشوف يعني ما يخالف نعم تتحقق نعم قد يا دكتور عمر تبدا الهوايه يعني خلاص اذا شفتها تتحرك تقول لا بشوف يعني انا نلحم ما شاء الله يعني منبهر يعني كون عندها القدره على اكتشاف الهوايه شوف ما شاء الله عليه يروح يسافر يروح تواصل مع شخص شيء ما ينشبع منه تخيل عين الواحدة ذي يمكن فيها كم مليون من الطحال والبكتيريا ترى يا اخواني يا شباب ترى الاساس في الحياة انك تسعى أكيد في مناكبها وكلوا من رزق نعم. يعني لا توقف في مكان شوف طالب العلم الحقيقي ما ينتظر المعلومة تجي أروح إذا شوف طلبها من الآن كيفية الذهاب مش ضروري أني أنتقل بدنيا الآن بس أتحرك السعي مش ضروري أني أمشي لكن تواصل من روسيا وجاب تحفة 700 ريال تخيل يعني كم وجبة ماكدونالدز ضح فيها صحتك مكافأة وجمعها اقتني حاجة طول العمر تواردها حتى أبناء تكون تحفة بالبيت وخففت من اللي ينفع فيه الناس لو ركبت شريحة يعني شو أي شيء ودي أرد نكمل ما رب بعدها نعم طيب